بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة الجولة التاسعة في دوري السوبر في الدور الثاني التمهيدي لكرة السلة رجال، الأهلي والزمالك. المباراة في الدور الأول أقيمت على صالة 100 عقبة بنادي الزمالك، والمباراة الثانية على صالة الأمير عبد الله الفيصل اللي إن شاء الله ننقلها لحضراتكم النهاردة في تمام الساعة السادسة. النادي الأهلي داخل المباراة وهو متصدر الترتيب بلا هزيمة، فاز في كل مبارياته في الدور الأول وفاز في أول مباراة في الدور الثاني. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة عشان يستمر سلسلة الفوز واللعيبة تستعيد الثقة وتستعيد تاني ذاكرة الانتصارات. برحب بضيوفي اللي منورين في الاستوديو، كابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. أهلا بك يا كابتن سلعاوي. أهلا بك كابتن هيثم، فرصة سعيدة إن شاء الله تختم بالفوز باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اهلا بيك يا كابتن طاهر منور. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وان شاء الله باذن الله تكون فتحه خير لان احنا نكسب البطوله باذنك ان شاء الله تبقى خطوه. كابتن سرعاوي شايف المباراه النهارده ازاي، خاصه نادي الزمالك؟ يعني الاهلي طبعا مستوى الحمد لله ثابت، في غيابات عندنا هنقولها للساده المشاهدين، ولكن النادي الزمالك بقى افضل مما قبل، بقى احسن شويه، بقى حتى مباراتنا هناك في 100 عقبه كانت مباراه صعبه بالرغم من الفوز. شايف مباراه النهارده ازاي؟ لا هي مباراه صعبه على الفرقتين، مباراه برضو بتدخل ضمن انها تكون ديربي بين القطبين بين الاهلي والزمالك، مهما يكون هي مباراه بين اهلي وزمالك. نادي الزمالك اللي ضاف عليه المره دي اللعيب الاجنبي، المباراه الاولانيه ما كانش فيه لعيب اجنبي مع نادي الزمالك. الحمد لله فرقتنا كويسه، فرقتنا ماشيه بطل في الثمان جولات اللي فاتت. ماتش الاتصالات اللي فات كان ماتش اليوبلس اللي فات كان فيه بعض التريحات كده شويه، لكن اللي انا عايز اقوله ان هي مباراه هتبقى قويه، لان كل فريق الفريق الاول خوفا من ان مين يقابل مين بعد كده، لان احنا عارفين ان السابع بيلعب العاشر والثامن بيلعب التاسع، وبعد ما بيخلص الدور ده بالزبط. الاول بيلعب الاخير بالزبط. فكل فريق عايز يبعد عن بحيث انه يدخل الادوار النهائيه مرتاح شويه. تمام يا كابتن سلعاوي. كابتن طاهر شايف حضرتك النهارده ازاي المباراه، خاصه نادي الزمالك؟ زي ما قال كابتن سلعاوي ضم محترف ما كانش موجود في المباراه الاولى اللي لعبناها في 100 عقبه، ونادي الاهلي النهارده بيغيب عنه اربع لاعبين مهمين جدا هنستعرضهم مع الساده المشاهدين، ولكن شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن؟ انا شايف مباراه النهارده رغم غياب الاسماء الكبيره يعني في فريق النادي الاهلي، انما شايف برضك ان الناس الناشئين اللي موجودين في التشكيل النهارده او في السكور النهارده في ما زال النسبه قويه جدا، وعباره عن 4 من 12. يعني دايما انت متحيز للناشئين يا كابتن، يعني حضرتك يعني قعدت فتره طويله رئيس قطاع الناشئين والناشئات وخرجت لنا نجوم كتار، فدايما يعني منحاز. ببقى سعيد جدا لما اشوف انك انت بتعتمد على الناشئين بهذه النسبه الكبيره. يعني ما زال في عندك كريم حاتم، وهو دلوقتي وصل عن طريق النادي الاهلي برضك لمنتخب مصر الكبير. محمد طارق خيري لسه يعني تحت 18 سنه، كان معانا الحلقه اللي فاتت وطمنا عليه، وعمر عماد سنتر واعد، ورجع لنا كمان محمود وليد اللي كان مبشر جدا في الفتره اللي فاتت. فانا بثق ان الاربعه دول هيقدروا يحلوا محل طبعا اللعيبه الكبار اللي غايبه، يمكن محمد خيري برضو ماشي بشكل كويس، وفي اهداف كمان للمدير الفني مستر اجوستي. طبعا مستر اجوستي ان هو في الماتشات دي احنا هو معودنا ان الماتشات المصيريه تملي بيبقى فيها شيء من الحسم والحزم، لانها دي ملهاش تعويض. صحيح. اما احنا دلوقتي فانت اول ترتيبك الاول على الدوري او التاني مش فارقه، بس المهم جرب اللعيبه. اشكرك يا كابتن. طب استاذن حضرتك، خلينا واستاذن كابتن سلعاوي، خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، الارض الملعب اللي هتلعب عليها مباراه النهارده، ومرسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان نعرف منها الاستعدادات والاجواء وشكل الصاله واللاعبين لما قبل المباراه. اتفضلي يا هنا.
برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هنقول لكم بقى كل الاستعدادات وكمان الاجواء قبل انطلاق المباراه المرتقبه ومباراه طبعا الجوله التاسعه من الدور الترتيبي من بطوله دوري السوبر بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. بالتاكيد طبعا كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده، يعني رجال النادي الاهلي طبعا متصدرين جدول الترتيب، يمكن نادي الزمالك ثالث جدول الترتيب، فان شاء الله بقى النهارده يفوزوا في المباراه ويعززوا صدارتهم لجدول الترتيب. خليني بقى اكلم حضراتكم عن استعدادات الفريق، يعني الفريق كان اختتم تدريباته امس هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل، كان عندهم تمرين الساعه 6 مساء، والنهارده بقى كان عندهم محاضره فنيه بالفيديو الساعه 4 مساء مع طبعا مستر اجوستي بوش، عشان بقى يناقشوا كل الامور الفنيه والخططيه المتعلقه بمواجهه الزمالك، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه اكيد مباريات النادي الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، واكيد الفوز بيها بيكون يعني الاقرب لقلب كل جماهير الاهلاويه. فبالتاكيد زي ما قلت كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده. خلوني كمان اقول لحضراتكم على قائمه النادي الاهلي، يعني يمكن قائمه النادي الاهلي كامله، مش ما فيش اي غيابات جديده غير يمكن غياب اللاعب محمد ابو نصر طبعا بعد تعرضه لاصابه في السمانه، يمكن هيغيب على الاقل لمده اسبوعين، فبالتاكيد بنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع بقى مره ثانيه اكيد يزين قائمه النادي الاهلي. ويمكن بقى في خبر الحقيقه صار لكل الاهلاويه، وهو عوده الماجيكو ايهاب امين مره اخرى لقائمه النادي الاهلي، يمكن يعني شفناه بيتغيب عن اخر مباراتين بعد فتره التوقف، لكن بقى النهارده ان شاء الله هيكون متواجد في قائمه النادي الاهلي، يعني مشاركته في المباراه اكيد هتكون رؤيه فنيه لمستر اوجستي بوش، لكن بالتاكيد هيكون اضافه قويه لقائمه الفريق. خلونا بقى دلوقتي نروح لفريق الزمالك، يعني بالتاكيد برضو مركز بشكل كبير لمواجهه النادي الاهلي. امس اختتموا تمريناتهم، كان عندهم تدريب ايضا مسائي، لكن يمكن قائمه الزمالك مكتمله، ما فيش اي غيابات او اي اصابات، زي ما قلت مركزين بشكل قوي جدا، يمكن متواجدين في الصاله من الساعه 4 العصر، مركزين زي ما قلت بشكل قوي جدا، اكيد ايضا هدفهم الفوز في المباراه النهارده. يمكن الزمالك زي ما قلت ثالث جدول الترتيب، خسر مباراتين في الدور الاول، مباراته امام النادي الاهلي بنتيجه 70-69، وايضا مباراته امام فريق الاتحاد بنتيجه 83-72، لكن بالتاكيد ان شاء الله يعني نكون على موعد مع مباراه قويه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ويمكن بقى زي ما عملناها في الدور الاول دور الذهاب وفزنا على فريق الزمالك في 100 عقبه، ان شاء الله بقى كمان النهارده نفوز في دور العوده ونكون بنحتفل مع جماهير ومشاهدي قناه النادي الاهلي عقب الفوز. طبعا مع حضرتك يا كابتن هيثم لو مع حضرتك اي استفسارات، والان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، حقيقه ما سبتناش اي فرصه او اي استفسار، غطيت لنا كل النقاط المهمه قبل المباراه، بشكرك يا هنا ونرجع لك اكيد بعد المباراه ان شاء الله. عايز اطلع بره الباسكت قليلا، يعني هتكلم عن اجواء المباراه، يمكن يعني زياره او دعوه طبعا نادي الزمالك للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره، وزياره الكابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك اكيد يعني لطفت الاجواء بشكل كبير. النهارده يعني في مباراه لكره القدم بعد بكره، الاجواء احسن واهدى، رجع تاني العلاقه بين الناديين والقطبين الكبار بشكل يعني جيد وبشكل يعني رياضي بروح رياضيه، وده اكيد كنا اللي نتمناه. يعني كابتن سلعوة اكيد الموضوع ده يعني اول مره الاقي مباريات اهلي وزمالك بتعدي بيبقى المنافسه في الملعب رياضيه، وهو المفروض مفيش توتر، متعودين كده مفيش توتر المباراه في الملعب، واللي بيتوفق هو اللي بيكسب، والداري بيقول له هارد لك، وكانت الامور بتمشي طبيعيه جدا، وبتروح تكسب الزمالك وهو بيجي ممكن يكسب، يعني الدنيا كانت منافسه رياضيه في ارض الملعب طبعا. دي ما يعني ما كانش بيبقى فيها التوتر، التوتر كان معروف اسبابه ايه، ولكن الحمد لله الدنيا دلوقتي بقت احسن شوية كتير. ودي نتمنى ان يكون دي العلاقه بين جميع الانديه في مصر. نعم. يعني كابتن طاهر راي حضرتك في هذه النقطه، لان دي مهمه النهارده ماتش اهلي زمالك، بعد بكره كمان ماتش اهلي وزمالك في كره القدم، مهم جدا، لان انت بتمثل الكره المصريه بصرف النظر ان في المملكه العربيه السعوديه دي دوله شقيقه واحنا نعتبر واحد، بس انت بتمثل الكره المصريه سواء الاهلي ولا الزمالك،
فكون ان الاثنين يبقوا على مستوى هذه المسؤوليه ويبقى ما فيش تعصب وما فيش وكان التعصب طبعا يعني ممكن في اوقات كان يعني باسباب الحمد لله كلنا عارفينها يعني بالظبط. انما دلوقتي الدنيا يعني دلوقتي النهارده ماتش اهلي وزمالك باسكت والدنيا زي ما انت شايف الملعب الاجواء هاديه الدنيا جميله وهي يعني زياره كمان بتاعت الكابتن محمود الخطيب ل نادي الزمالك لها تأثير إيجابي كبير كان يعني كان كانت فعلا يعني بادرة ما شفناهاش بقالنا مدة صحيح ودي طبعا وكان لها تأثير إيجابي جدا طبعا بترجع ل يعني الأيام الجميلة أيام صالح سليم كابتن صالح سليم و الأستاذ محمد حسن حلمي ده كان من الناس اللي كمان إداريين من أحسن إداريين اللي كانوا على مستوى مصر كلها أكيد دي حاجة تسعدنا وفي الأول والآخر هتبقى حاجة جيدة أو إضافة جيدة وحاجة إيجابية في الرياضة المصرية. خلينا نرجع لماتشنا يا كابتن وأستأذننا كابتن سلعاوي بقى نستعرض مع السادة المشاهدين التشكيل لأن طبعا هنا يأتينا خبر جيد ألا وهو مشاركة إيهاب أمين في المباراة وشفناه بيسخن مشاركته بقى كوقت قد إيه أو فترة قد إيه دي متروكة للرؤية الفنية لمستر أجوستي بوش ولكن تأكد غياب أربع لاعبين محمد أبو النصر مؤمن خيري ويوسف المعداوي وعمرو زهران دول الأربعة غايبين يمكن إن شاء الله نتمنى ليهم السلامة. كابتن سلعاوي نبتدي بتشكيل النادي الأهلي كلاعبين اتفضل يا كابتن. عيسى أو مارك لونز اللاعب الأمريكي رقم 2 عمرو عزب رقم 3 إيهاب أمين 4 عمرو الجندي 5 مروان سرحان 6 مصطفى كيجو 10 كريم حاتم 11 أحمد مهم 14 محمد طارق خيري 21 عمر عماد 24 عمر طارق 55 محمود وليد. اشكرك يا كابتن. دي يعني محمود وليد 12 محمود وليد رقم 12 ودي قائمه طبعا النادي الاهلي وزي ما حضراتكم شايفين واضاف طبعا ضيفي العزيز كابتن طاهر رجب كابتن مصر والنادي الاهلي انه واضح الاعتماد على قطاع الناشئين وهذا اللي قاله مستر اجوستي يعني من خلال سياساته مش قالوا يعني طبعا كلام لانه كابتن اجوستي مقل جدا في كلامه ولكن انه اعتماده على ناشئين النادي مش هيجيب حد من بره الا اذا كان يعمل الفارق. كابتن طاهر نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه سله نادي الزمالك من اللاعبين اتفضل كابتن. قائمه نادي الزمالك مهاب ياسر عبد العاطي زيرو رقم زيرو احمد عزب رقم 1 عمر هشام رقم 4 بهاء رمضان رقم 5 وليد عبد الجواد رقم 7 عصام محمد فاروق رقم 8 احمد ياسر عبد الوهاب رقم 10 الامريكي دوماركو داكروسون 11 معاز ايمن 12 ياسين ياسر عبد الرحيم 14 زياد ايمن 15 علي حجازي رقم 20 احمد اسماعيل رقم 21 فهمي حسن رقم 23 محمد احمد حرفوش رقم 24 خالد عبد الناصر رقم 28 ادم الحلواني رقم 30 محمد ابراهيم عبده رقم 34 حازم اشرف سيد 55 علي عمر رقم 77 اعتقد. نعم. هو هيختار من ال 12 دول هيختار يعني منهم 12 دول تقريبا 14 لاعب هيختار منهم 12 وتقريبا اللي ظهروا على الشاشه مع حضراتكم كانوا هم ال 12 اسم. خليني استعرض مع حضراتكم طاقم صغيره بس كابتن اتفضل يا كابتن. اللاعب الامريكي اللي هو اللاعب الاجنبي اللي مع نادي الزمالك لاعب امريكي متجنس مع الامارات ولعب معاه في الدوره العربيه الاخيره. نعم اشكرك يا كابتن. خلينا اوضح لحضراتكم تفضل ضيفي العزيز كابتن سلعاوي ان لاعب منتخب الامارات هو اللاعب المجنس لاعب الامريكي في نادي الزمالك واللاعب المجنس في منتخب الامارات في كره السله. الاتحاد الدولي اقر او سمح لكل دوله انها تجنس لاعب يلعب معاها مش شرط يكون بنفس جنسيه الدوله ولكن يكون في جنسيه اخرى وتجنسه. يمكن مصر لم تستخدم هذه الميزه ولكن دول كثيره استخدمتها منها دوله الامارات الشقيقه وده اللاعب اللي لعب معاهم بطوله عربيه. وخلينا اقول انه يمكن دي هيساعده اكتر يخش على الاجواء مع نادي الزمالك هو ده النهارده اللي ممكن يدي دفعه كبيره لنادي الزمالك ومش اكيد مش هتكون مباراه سهله ابدا في ارض الملعب. خلينا استعرض مع حضراتكم حكام اللقاء. حكم اول طبعا الكابتن احمد غالب الحكم الدولي الكبير وكابتن عمرو زاهد حكم ثاني ايضا حكم الدولي الكبير وكابتن مصطفى عبد البصير حكم ثالث مراقب المباراه كابتن محمد جلال رئيس لجنه التحكيم وحكام طاوله التسجيل نهى فاروق زينب الغنام محمد زياد
ومنى علي. دول طاقم التحكيم اللي النهارده هيحكموا المباراه. نتمنى لهم التوفيق، خاصه ان طبعا زي ما حضراتكم عارفين لعبه كره السله لعبه الثواني، ودايما ما بيكون قرار التحكيم بشكل كبير بيفرق في الفوز بالمباراه. خليني برضو استعرض مع حضراتكم الاجهزه الفنيه، نبتدي بالجهاز الفني للنادي الاهلي. بس استاذنك كابتن سلعاوي نستعرض مع بعض ومع الساده المشاهدين الجهاز الفني. الجهاز الفني للنادي الاهلي الاسباني أغوستي بوش مدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياسطي مدرب مساعد، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل اصابات، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات. واعتقد ان هم مستعينين في مروان عادل كمخطط. نعم برضه اشكرك كابتن سلعاوي. نستعرض مع الساده المشاهدين كابتن طاهر اسماء الجهاز الفني نادي الزمالك، خاصه انه جه قياده فنيه خلفا لكابتن احمد مرعي. اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني والاداري بتاع نادي الزمالك، كابتن طارق السعيد رئيس الجهاز، وده الموضوع ده جديد يعني تم تغيير الجهاز كله، وكابتن وائل بدر مدير فني، الكابتن محمد السحارتي مدرب، الكابتن طارق كامب مدرب، كابتن مصطفى محسن مدير اداري، كابتن مصطفى محمود اخصائي، كابتن اياد مصطفى محمود محلل اداء، دكتور محمد سعيد زكي مخطط الاحمال، دكتور اسلام سيد اخصائي علاج الطبيعي، كابتن محمد مسعد مدلك الفريق، محمود جمال مسؤول مهمات، اسلام جمال مسؤول مهمات، جمال محمود جمال مسؤول مهمات. اشكرك يا كابتن. يعني احنا استعرضنا مع الساده المشاهدين كده كلا الفريقين، سواء اجهزه فنيه سواء لاعبين، والمباراه النهارده زي ما قلت لحضراتكم لن تكون سهله، يمكن هتكون اكيد اصعب كمان من مباراه الذهاب، خاصه ان الزمالك استعان بمحترف او ضم لصفوف محترف، واستفاد من فتره يناير فتره الانتقالات وضم لاعب جديد. ونادي الاهلي الحقيقه بيعاني او تضربه الاصابات بقوه في غياب اربع لاعبين، محمد ابو النصر، مؤمن خيري، يوسف المعداوي، وعمرو زهران بيغيبوا عن الفريق، منهم من هو اصاباته كبيره يعني ممكن ما يلحقش الموسم، ومنهم من اصاباته بسيطه. يعني محمد ابو النصر عرفت ان عنده مزق في السمانه، وده ممكن تاخد يعني من شهر ونص ست اسابيع لخمس اسابيع. وزي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من ارض الملعب للاحماء. واضح ان طبعا المباراه بتقام بدون جماهير و اعضاء مجلس اداره فقط هم اللي بيحضروا، بيبقوا طبعا كشف فيك ويكشف، وكشف في الاتحاد بيتبعت باساميهم قبل المباراه، وده المعتاد تقريبا بيكون. بس اللي عايز اشير اليه زي ما حضراتكم شايفين، لما النادي الاهلي اكثر الانديه التزاما بالمعايير وباللوائح وبقرارات الاتحادات، المباراه بدون جمهور بتبقى فعلا بدون جمهور. يعني مش هتلاقي اهو المدرج قدامكم ما فيش واحد قاعد في المدرجات. هو في تحديد ل سوري يعني في الموضوع في تحديد للعدد اللي غير مجلس الاداره. نعم يعني طبعا واحنا يعني ملتزمين بيه. ملتزمين بالظبط يعني مش بيتبعت الاتحاد اتمنى ان الماتشات اللي بنطلع نلعب فيها بره يا كابتن طاهر النادي الاهلي يبقى فيه الالتزام. لا انا اتمنى ان يكون في جمهور. ماشي انا معاك ويلتزم لان الرياضه بدون جمهور اللعيب بيروح يمتع، عايز يفرج الناس، عايز يبيع سلعته، يشهر نفسه، فلازم يكون في جمهور. ما طول عمرنا يا كابتن هيثم بنلعب في وسط 10 و15 و20 الف وما كانش في مشاكل. اعتقد اللقاء اللي حضرتك قلت عليه هيكون نوال. واللي قصدي عليه كمان يا كابتن ان النادي الاهلي الاتحاد السله او لاي اتحاد قال في جمهور هتلاقينا برضو ملتزمين. هو التزام بالقواعد. التزام بالقواعد، انا قصدي اقول هنا الالتزام بالقواعد، زي ما حضراتكم شايفين اهو الصوره من ارض الملعب. الفرد اللي قاعد فوق ده هتلاقيه فرد امن، مفيش ابدا المدرج لابس في سوري كله. بالظبط، عشان ده زي الرسمي ليه جوه النادي الاهلي، مفيش مخلوق هتلاقيه. هتقول لي طب الكاميرا يا عبد، زي ما انتم حضراتكم شايفين لو في حد اللي قدامنا تحت الكاميرا دول على طول المقصوره، هتلاقي المقصوره، هتلاقي في كشف، زملاء الامن في النادي قاعدين، الكشف حضرتك اسمك في الكشف، اتفضل اسمك مش في الكشف مش هتقدر تشارك. اتمنى انه يبقى في نفس الكلام ده لما نطلع نلعب بره، ما ينفعش انا ابقى طالع بره معيش جمهوري واروح الاقي الصاله مليانه جمهور والماتش من غير جمهور. خدت بالك يا كابتن؟ وده انا مش عايز اقول يعني، بس ده بيحصل
وده حصل كذا مره لما طلعنا لعبنا بره، فاتمنى وحصل المباراه اللي فاتت بالظبط. انا بس يعني ما فيهاش بقى معلش ما فيش طب نخش نتفرج مش هنعمل حاجه، ما فيش الكلام ده. حتى احنا لما رحنا هناك حتى في نادي الزمالك او نادي الاتحاد او ايا كان، يعني طبعا الجمهور جماهير كبيره وعايزه تحضر، ولكن في التزام بالقوانين وفي التزام بالحضور. لازم نتمنى من اتحاد السله انه يدقق على ده، ويبقى في مندوبين من اتحاد السله بيراقبوا تنفيذ القرار ده، يعني عشان ما بقاش انا بلتزم بيه وغيري. عفى الله عما سلف، والمهم التطبيق بقى يتم بعد كده. لو قال في جمهور اتحاد تمام، هنملى الصاله ان شاء الله زي بالعدد اللي قال عليه الاتحاد اهو. شوف يا كابتن، الصاله اهي المدرج اللي على شمال المقصوره فاضي ما فيهوش حد، والمقصورة فيها الأعداد اللي متفق عليها، يعني الدنيا كنترول. ده هتلاقي كل من اللي حاضرين دول، هتلاقي يا إما أولياء أمور اللاعبين يا إما حاجة، وأساميهم موجودة في اتحاد السلة وحاضرين. نتمنى إن شاء الله الالتزام بالقواعد ولوائح المنظمة اللي بيصدرها كل اتحاد الألعاب. الالتزام بالقواعد وكده واللوائح هو نواة النجاح. نعم. طيب خليني أستعرض مع حضراتكم سريعا كده مشوار الأهلي. الأهلي لعب 8 مباريات، فوز 8 من 8. سريعا كده اقول لحضراتكم، لان احنا خلاص يعني يمكن 3 4 دقائق وهنروح لارض الملعب. الجوله الاولى الاهلي كان لاعب هليوبلس، الجوله الاولى خالص في بدايه الدوري الترتيب السوبر، الاهلي لعب مع هليوبلس فاز 161. الجوله الثانيه كانت الزمالك والاهلي، دي المباراه اللي كنا نقول لحضراتكم في ملعب نادي الزمالك، وفاز فيها النادي الاهلي فرق بونت 70-69. الجوله الثالثه الاهلي والمصريه للاتصالات، وانتهت بفوز النادي الاهلي 87-78. الجوله الرابعه كان الاهلي والجزيره، وعلى فكره الجوله الرابعه دي اتلعبت بعد نهايه الدور كله، لان كانت يعني تاجلت من قبل اتحاد السله، انها كانت في يوم وفاه معالي الوزير العامري فاروق من 40 يوم. النهارده 40 معالي الوزير، ربنا يرحمه رحمه واسعه. الجوله الخامسه سبورتنج والاهلي، والاهلي فاز 88-73، والمباراه كانت في اسكندريه. سبورتنج من الفرق اللي بتقدر تلعبنا بشكل كويس، وفازت علينا مباريتين في المرتبط. الاهلي لعب مع الاتحاد السكندري وفاز عليه منذ سنوات طويله، ما كانش النادي الاهلي فاز في اسكندريه، ولكن استطاع انه يفوز 84-78. الجوله السابعه الاهلي وسموحه، وانتهت بالفوز 74-58، ودي كانت المباراه قبل التوقف مباشره لمنتخب مصر اللي سافر لقطر ورجع لعب تصفيات الافرو باسكت اللي كانت في مصر. الجولة الثامنة اللي اتلعبت منذ أيام، وكان هليوبلس والأهلي، وكانت في ملعب نادي هليوبلس، والمباراة دي شهدت ندية كبيرة من نادي هليوبلس اللي بيقوده كابتن رامي جنيدي، وانتهت 83-79. يمكن شايفين النهاردة في كرة السلة يا كباتن جيل جديد، جيل من الشباب، يعني كابتن النهاردة شايفين وائل بدر في نادي زمالك، شايفين رامي جنيدي في نادي هليوبلس، شايفين مدرب سموحه تامر مصطفى، كلهم جيل واحد تقريبا، جيل شباب. احمد الجارحي في الاهلي بالظبط، يعني مدربين عموم او مديرين فنيين. شايف دي ظاهره كويسه يا كابتن ولا شايف؟ ظاهره كويسه هتؤدي لنجاح الكره السله بالنسبه لمصر، ظاهره كويسه جدا. بس اللي انا يعني برضه انا عايز اقول لازم يبقى في تغييرات، لازم يعني زي ما يعني مثلا في اللعيبه في المنتخب ما فيش حاجه اسمها ثبات، اللي كويس يخش صح. في الوقت اللي ده مفيش حاجه في المدربين اسمها ثبات، المدرب اللي تحس ان هو بيذاكر ومجتهد ومكتفى اديله فرصه، اديله فرصه انه يثبت نفسه وياخد فرصته، عشان لا تموت ان اللعيب يجتهد ولا يموت المدرب يجتهد. نعم، ملحوظه 100% يا كابتن، يعني انا احييك عليها، وانا بضم صوتي لصوتك. المنتخب يعني او منتخب مصر ليس في جميع المراحل، كل المراحل الكويس هو اللي يخش. يعني مفيش حاجه اسمها ثبات. ما اقولش ان انا بثبت، لا انا عندي 20 25 لاعب بتغيرهم كل شويه، حد يطلع حد يخش، زي منتخب الكوره. منتخب الكوره اللي لعب بطوله افريقيا اللي فاتت هتلاقي 5 6 7 اللي منه والباقي اتغير، فاحنا مش عايزين يبقى دايما في ثبات او حد حاجز مقعده، لا الكويس واحصائياته والاحصائيات موجوده دلوقتي موجودة في كل مكان، موجوده في كل حته تقدر والمدربين اللعب. نفس الكلام، المدرب مجتهد وطالع مجتهد، وانت شايف شغله وعمله وكده ياخد فرصته. نعم كابتن طاهر، راي حضرتك في الموضوع ده؟ أنا شايف إن لكل زمان وليه برضك مدربينه ورجالته وبتاع، فده سنة الحياة وسنة الدنيا، إن لازم المدرب الصغير زي ما كان لعيب بعد كده بيبقى مدرب بيبتدي، فلازم تديله فرصة. والتحديث ده والفكر إنك ما تثبتش على حاجة دي طبعا اساس النجاح، لان مش هيفضل المدير الفني اللي من 30 سنه هو اللي هيفضل صحيح. بنفس الطاقه وبنفس الامكانيات. طبعا كابتن هيثم انت ممكن تستخدم الخبرات دي في جهات تانية،
يعني لو في مدربين قدام استخدموا نعم. خبراتهم كمستشارين كلجان ما هي كل سن وليه مهامه اللي يعني مش هفضل طول عمري بقى يعني انا لاعب بفضل لاعب فتره بعد كده ببقى مدرب عام انا فاهم كل فتره بس دي حاجه ظاهره كويسه خاصه ان الفتره الاخيره كان في الاعتماد على المدربين الاجانب والهدف يا كابتن انت بتخلق كوادر فنيه وبتخلق لعيبه نعم. جديده نعم. ويبقى في عمليه كل ما اللعيب يشوف قدامه ان في فرصه بتزيد حماسه وبعدين احنا عندنا قاعده كبير اعتقد في يعني مثلا في كره السله او في الالعاب الاخرى القاعده الكبيره دي من كميه انديه الممتاز نعم. والممتاز بيه فطبعا انت محتاج كميه من مدربين كبير صحيح اشكرك يا كابتن طاهر مش هيقدر يغطيها الناس القدام بس يعني صحيح كابتن طاهر اشكرك كابتن سلعاوي اشكرك اعزائي المشاهدين خلاص لحظات وهتنطلق المباراة نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنروح لمعلقنا الكبير الكابتن أحمد مناع ننقل لحضراتكم أحداث المباراة الفترة الأولى والثانية من لقاء القمة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة في دوري السوبر فإلى هناك.